عندك سلسلة أغاني بتتكلم فيها عن بنت بعينها. حب بعينه. أيوة. لحد ما عملت حب خناق مع نورين. آه. وتقال إنه حصل بريك أب وما بقيتوش مع بعض. لا، هو في فعلا سلسله قديمه انا عاملها، والحاجه اللي مخليه الناس تفتكر ان نورين هي البنت دي ان انا قلت مسيفها على الموبايل نون، بس لا، في الواقع هو البنت دي حد تاني، يعني حد بره المجال او الوسط بتاعنا اصلا. واغنيتي مع نورين عملناها ان احنا عادي يعني كاصحاب عملنا الاغنيه دي وكده، فاهم قصدي؟ بس في ناس لغايه دلوقتي بتفتكر ان السلسله الاصليه القديمه عنها، بس ده. طب مستقبل القلش على السوشيال ميديا الايام اللي فاتت ازاي؟ لا عادي، ما يعني ده جزء من ده جزء من دورنا، يعني اللي هو ده جزء من ان احنا خلاص انت واحد مشهور، فانت بتحط في ميمز، فانت بتحط في كوميكس، الناس بتعمل لك منشن مش عارف ايه، فتقوم داخل من الفيك اكاونت رادد عليهم وظابطهم. بتضطر تلبس احيانا قناع الشبيح او اللي مقطع بطاقته عشان تبقى عكس الالماني، فتبقى رابر جامد، تبقى منتمي يعني للسين. لا، انا اعتقد ان انا في الراب معروف عني ان انا عمري ما عملت كده، يعني دي حاجه من الحاجات اللي معروف عني ان انا عمري ما جيت قلت يا جماعه انا بجد شبح، انا بجد مش عارف ايه. بس في نفس الوقت لو خدنا حد، اي حد في الدنيا، واحد ملياردير مثلا، هو لو اتأذى هيقلب وشه، هيبقى مؤذي برضه، فالراب في الحته دي، يعني ممكن اعمل اغنيه عن الوش المؤذي بتاعي. ده مش معناه ان انا شبح، ده معناه ان زي اي حد في الدنيا لو حد جه عليه هيواجهه، فاهم قصدي؟ بس الرابرز مش المفروض يبقوا شبح؟ المفروض يبقى شبح ومقطع بطاقته. انا بقول لك بقى، هو كان الراب، خلينا برضه نتفق ان هو حاجه مستورده، فاحنا مش يعني دي حاجة كانت موجودة في أمريكا وخدناها زرعناها هنا، فهو في أمريكا ليه طريقة، وإنك تبقى جانجستر زي ما بيقولوا أو أنت فعلا حد كده. هنا في مصر لا، لو بصيت على كل الرابرز اللي موجودين، إحنا شباب جامدين، يعني مش معناه إن أنت فرفور، فاهم قصدي؟ أنت بس شاب عادي. أنا من كتر ما بسمع راب ودارس الموضوع ده بقيت فكه عن بعضه، اللي هو أنا خلاص أنا مش لازم أبقى أقول إن أنا يا جماعة بصوا أنا في الشارع دلوقتي وبعمل واحد اتنين تلاتة. لا عادي، يعني أنا بكتب أغنية كويسة وليا شخصية، اسمعني واسمع الشخصية مع الكلام، هتحب ده أو مش هتحب ده، في الأول وفي الآخر في مزيكا برضو، في يعني أنت فاهم قصدي؟ مش واخد الموضوع كاركتر أنا قوي، بالعكس أنا حاجة، أنا شخصية معينة، أنت تشوفني يعني هتشوف إن أنا الواقع بتاعي شبه المزيكا قوي، مفيش